كاذبا وافضل اقتل اوجاعنا بل ابغي شهادات كذبوا لنا من طياشة العمل يولي الشهادة العالمية تذكر أحكامك السمية كرافتك كانك عليك صوص ونصون يومنا آمين. ليس لنا ذلة ولا حق ولا معزل وكسر خطيئة فلا حق لذا وسلل لذير ذبغيث وعذراء لأنا كثيرة لشفاعتكم ولا تقول تأتم من الظهر لا تفضل قطاب شفاعتها لذي وتيه لأنه روح المنقاضر خلاص لنا تألم من أجيلنا كي يبزنا فلتدركنا رحمتك سارية لأن قد تمسكنا جدنا إن يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كانك وإنك أسطس ونصطن يومنا آمين سمعتك الله صفص الأرض كل يوم سهلان عندما ستة ذيك الثلاثين على تصلي فلهذا كلهم تسرق إلى المجد لك يا رب سابت ليك أيوك عجبنا فماتي أجد الشخص غير الفاسد الصالح طلب مغفرة خطايانا عندما سهلان هل هم بمشيرتك أنت صدع الصليب لتنجي الذين خلقت من وديت العدو ونصرخ ليك نشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك كانك عليك أسطوس ونصون يومنا آمين أنت هي الممتلئة نعمة والتي لله العذراء نعظمك لأنه من قبض صليب ابنك انهبط الجحيم وباطل الموت أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ننا نعيم الفردوس الأول ما أجل هذا نمج بشكر المات المسيح لأهنا لأنه قوي قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت ليس ولا دم العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت ليس ولا بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت ليس قوم من الأموات صالح السماء ارحمنا المجد لله وليد مرعم قدس الآن وكل من ضل ودر أمين يا الثلث القدوس ارحمنا يا الثلث القدوس ارحمنا يا الثلث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واسيانا وزلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم باسم القدوس ابانا وقتنا الذين نرقد يا رب نحن نفوسهم هو بلا خطيه يا رب ارحمنا ليس بلا خطيه يا رب عنا مقبلة البطن اليك لان لك المجد والعز والتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك يا اتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لهم ايضا المذنبين الينا ولا تهنا التجربه لكن نجينا من الشديد المسيح يسوع يد الابد امين. السلام لك نسالك. القديس المطلع مجد العذراء كل حين ولد له المسيح صلى الصلاه على ابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا. السلام لا تولد لنا النور الحقيقي المسيح العذراء القديس الله الرب عنا يسطر انفسنا اغفر لنا خطايانا العذراء مريم. ولدت لها القديس الشفيع من الجنس البشري اشفع فينا المسيح الذي والتي لكينا معنا غفران خطايانا. السلام لك يا عذراء الملك الحقيقيه. السلام والفخر جنسان ولدت عمان وإيل نسألك وسكونة الشفيع المتمنى من ربنا يسوع المسيح قل لنا خطايانا. لكسار يا أبانا الذي في السماوات. لكسار سوز وسوس من جيم وعلمنا ما هي الوكب بشي بركات جمعنا امين. لما رجع الرسل حدثوه بما فعل فخزهم ما دخل على الفرود الى ما دخل المدينه تسمى بيت سيدة فلم علم الجموع تبعه فكبروا مختبوا مع ملكوت الله والمحتاجين الى الشفاء شفاهم وكان النور قد بدا يميل فقدم الى 12 كرة لا اسر فالجموع لا يذهبوا الى الكرة المحيطه والحقوا لا يستريحوا ويجدوا ما ياكلون فاننا هنا في موضع كف فقال لهم اعطيهم انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزة وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشترى ثمن هذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50 ففعلوا هكذا واتكوا اجمعين فاخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وبارك وقسم واعطى التلاميذ ليضع امام الجموع فاكل جميعهم وشبع ثم رفع ما فضل عنهم من البسر 12 كفة مملوءه والمجد لله دائمًا امين ليكن قال الله بسلامه مشغول خصوصا ميكو تنعان صوصا مما السواب جيك يكشط من عينان يا ربي من ذاق الموت بجسد وقت ساعة تعسى من اجل نحن الخطاه أمت حواس جسمانية المسيح لنا ونجنا في الآن توصل قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلبات الحضاة كلمتك أحيني سابت رينكا يومكا عجبن في ماتي من أسلم أروح في يدي لعب عند عمان لقطة على الصليب وقت الساعة التاسعة وديت الاسم مصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي وضيف فهمي واجعلني شيئا لما تساك المحيا
لكي مززوك من أحسنات قدم لك تزبه بغير فتوم الشكل أباك أرضا من كل شيء المسيح إلهنا ونجنا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأسهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتم بيديك أسر محبتك البشرية والصالح اقبل من ولدتك شفاعة من أجل نجية مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا لا تنقضى ولا تسلمنا لا تهوى لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك كانينك عينك أسلص ونصني ونرامي لما أبصر الإسرائيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت شمسة فتشعى أرض ما جت مرتعدة لكن يا القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك سبتني كايوك اجبنا بماطي من قبل الاعتراف فلست على الصليب اقبلنا ليك يا الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا ونذكرنا يا رب ما تجينا في ملكوتك كانينك وعيك اسخصي ونصفوني ونامي عندما نظرت الوالد الحمل والرام مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فأفرح لقبول الخلاص وما شايف فلتلتاب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي نعظمك يا أم النور الحق ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط صلبونتي وتألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الضالين آمين يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين كرياليسون 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 كيرياليسون
رب الصبوت السماء والأرض مملوءتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب بالضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوة تكون معنا، فإنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد أمين. عنا يا الله ثم ارحمنا. مجدا وإكراما كراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الواحد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي. الكل امين. امين. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا. امين. امين. مبارك روح القدس الباراكليت. امين. امين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس. آمين. مبارك والرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب، تباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. آمين. Donc c'est battre que ok agium nemati que ninkai esto se ona stone ono amen lelo. Ne vom mati so
او بنوتو بن سوتيريسوس بخيريس وجيا فريسك باتني غون في روسين افاريرون افشوتني رفتي اسو نفتي تودينا بنتين شيري اطا اي اونوساي ان صوفون مارن تيرو فوبوس انتفاري ايرون خم با يوسف وفاين من أوتيون تبنان خن هرينين فين جبي باندو كرتو شوين سبن موتي كريانا إيسو إفني ببشو يسف نوتي باندو كرتو رفيوتي بن شوين سو بن نوتو بن سو تيرسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عندنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضتنا تيتا بنا إلى هذه الساعة لك أرحمنا الله ترافع اسمعنا وعيننا ورب السؤالات وطلبات قديسين منهم بصرع عنا في كل حين واجعلنا مستحقين ان ننال من شركة اسرار المقدسة المباركة لمغفرة نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام العداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو شمس الكريس كل شعب وضعفي يكون حليم فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه ومن افواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر الله الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومن لمناديس كورس والقديس سلسل الرسول القديس كيريلس والقديس بيزيريس ومن افواه الثلاثه 118 وثمانيه بنيقيه و 150 بقسطنطينيه و 200 فم بابين المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وفم شريك في خدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا في الوثير وفم حقارة لأنه مبارك وأملوه مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح تيس آمين كيتو ابن غما آتي المغمر الزهب
التي سيوتوك سسواب ماريا بشوي صار يموتنا بكو إفول انت للنوفي إيتن بلس بيان دبي عرشي أنجلوس إسعوم وأب ميخائيل بارخون النان في قوي إبشوي صار يموتنا بكو إفول انت للنوفي بالشفاعة السبعة رؤساء الملائكة والطغمات السمائية بشوي صار يموتنا نبيكو إفولنتين النوفي إيتن بلس بيانت ببرود روموس بامتس ليسيو هنس بيرم تيغوم سيبت شوي صار يموتنا نبيكو إفولنتين النوفي صلوات سادتي لباء الرسول وبقيات التلاميذ ابشوي صار يموتنا نبيكو افولنت للنوفي ايتني ابشي انت بثوري مسأل بانج لسليس ماركوس بيعبوس طولوس ابشو ويصار يموتنا نبيكو افولنت للنوفي صلوات رئيس الشمامس المبارك استفانوس أول الشهداء بشوي صار يموتنا نبيكو إفولنت للنوفي صلوات المجاهد الشهيد سيد الملك جوارجي أوسيا ربنا إملانا مغفرة خطايانا بصلوات الشهيد المجاهد القديس أبا من البياض بشوي صار يموتنا نبيكو إفولنت للنوفي إيتني إمشي إنتني يسوع بنت باي بصلواتهم احفظ لنا حياة أبينا البطريرك الأنبات ودروس الثاني بشوي صار يموتنا نبيكو إفولنت للنوفي إيتنو إبشعار إبون خم بن يوتطا يوتن بك أصحاب في لوبة تير بيبس كوبوس هل
بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى الكنيسة التي في فيلبي. بركاته على جميعنا أمين. وأما نحن فسيرتنا في السماوات التي منها ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح، هذا الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون شاركا لصورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الأحباء والمحبوبين، يا فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر في هذه بعينه في الرب. نعم أسألك أنت أيضا أيها المختار شريكي، ساعدها هاتان اليتان، جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، وليظهر حلمكم جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلوات والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وأخيرا يا إخوتي، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما شيء محبة، كل شيء بحسن صيت، ما في فضيلة أو ما في كرامة ففي هذا وافتكروا. هذه هي التي تعلمتموها وتسلمتموها وسمعتموها ونظرتموها، ففي هذه افعلوها، وإله السلام يكون معكم. نعمة الله الآب فلتحلوا على أرواحنا يا أبائي وأخوتي. أمين. الكاسلكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب. بركاته على جميعنا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هو ذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول آنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نغبط الذين صبروا، لأنكم سمعتم بصبر أيوب عاقبة الرب قد رأيتموها. لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا، وهو طويل أناه. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قسوس الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت على اسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، واعترفوا بعضكم لبعض، وصلوا على بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا. وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة لكي لا تمطر السماء فلا تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها. يا إخوتي إذ ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فأنه يخلص نفسه من الموت، ويستر عن خطايا كثيرة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه. وأما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. شيرين
الروح القدس بركة صلواتهم فلتكن معنا يا أبا وختامين. أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فأتوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيروانيون. هؤلاء الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب، فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة،
التي في أورشليم فأرسلوا برنابا إلى أنطاكيا. هذا لما أتى ورأى نعمة الله فرحا، وكان يعزي الجميع أن يثبتوا في الرب برضاء قلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع عظيم. ثم خرج إلى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده أصعده إلى أنطاكيا. فحدث إنهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة، ولما علم جمع كبيرا وسمي التلاميذ الذين في أنطاكيا أولا مسيحيين، لم تزل كلمة الرب تنم وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة. يا أبا وختامين، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الرابع والعشرون من شهر باب المبارك، أحسن الله انقضائه وانقضاء أمثال أمثاله، ونحن مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الروح القدس. يا أبائي وأخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 87 للشهداء، 371 للات، تنيح القديس العظيم الأنبا إيلاريون الكبير. ولد هذا القديس في بلدة طابة جنوب غزة سنة 292 ميلادية من أبوين وثنيين علماه الآداب اليونانية، ثم قصد مدينة الإسكندرية لإتمام علومه، وحركته النعمة الإلهية ليدرس العلوم المسيحية فاقتنع بها واعتنقها ونال سر المعمودية. إيابي كان إيلاريون محبا للصلاة والعبادة والنسك، فلما سمع عن القديس أنطونيوس الكبير ذهب إليه وتتلمذ على يديه. وبعد مدة من الزمن رجع إيلاريون إلى بلاد فلسطين، إذ بلغه انتقال والديه، فوزع أمواله على الفقراء والمساكين، وبنى قلاية وعاش فيها عابدا ناسكا، وكان كثيرون يأتون إليه طالبين صلواته وإرشاده. كثر عدد الرهبان حوله، فبنى لهم ديرا وصار لهم أبا ومرشدا، ويعتبر هو بحق مؤسس الرهبنة في فلسطين. وكان كثير من الشعب يأتون إليه يسترشدون به وينالون بركة صلواته، وفي أواخر حياته مضى إلى مدينة قبرص، وعاش هناك في قلاية منفردة حوالي 5 سنوات، وزاره هناك القديس أبي فنيوس، فتنبأ له أن يصير أسقفا على قبرص، وتمت نبوته. ولما بلغ هذا الأب القديس 80 عاما من عمره، قضى معظمها في النسكة والعبادة، وتنيح بسلام، ومدحه القديس يوحنا ذهبي الفم، وذكره القديس باسيليوس الكبير في نسكياته. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيها أيضا تعيد الكنيسة تذكار استشهاد القديسين بولس ولونجينوس ودينا، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Agios Osios, Agios Asanatos, O Ekbar Senogenetis, Eleisonimas. Agios Osios, Agios Osios, Agios asanatos, o Stavrotis zimes, eleisonimes. Agios oseos, Agios ischiros, Agios asanatos, o Anastas ekton nekron, και ανήλθον εις τους ουρανούς ελέησον ημές. Δόξα Πατρί και Άγιον Πνεύματι,
المسيح إلهنا الذي خاطب التلاميذ والقديسين ورسل الأطهار المكرمين إن قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس بطلبة قديسيك المقدس يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيد الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت لك Κύριε φλογίσον εκ το κάλταλο καναγίου φαγγινούν του αράνους μας. Σοξάσι κύριε. وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير بركاته بركاته على جميعنا كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور ايه
حياتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم وتصدقوا، اصنعوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماء لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارقون ولا يفسده سوسون. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم منطقتان وسرجكم موقدتان، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يعود من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له في الحال. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقف ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو إذا أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهرا ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب ألنا تقول هذا المثل أم قلت للجميع أيضا؟ فقال الرب: فمن هو يا ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه
يعطيهم طعامهم في حينه. ولذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. القلب أن يكون معنا النهاردة قدس أبونا في لوباتير القم الصليب. أبونا في لوباتير رغم أن هو يعني متعب جدا لكن ما بيرضاش يزعلنا أو يكسفنا. احنا بنشكره باسم قدس أبونا إليا وأبونا كرولوس وباسمكم نشكره ونقول له ربنا يديم كهنوتك وتعيش وتجينا وتعمل لنا قداسات حلوة نتمتع بيها ونفرح بيها. قوم اسمي نيس او بنت باي ايه بأوي بأوي كطا بفران نمين راتي انت بيخر قارب رزق فينا ريجون وتشوس النفتر انت سهوتوكوس ماري ما بين بين صوتي انت فكان النوبي نانيبون طبيب بشويس ريجون بيعصلو فروس مرتي روز بشوي سبورو جي أورجيوس تفكان النوبي ناني بول من شوي سريع قن بني اوت سوا من بطري ارشيد بابا فاكر اللون سبي ما سوء انت فكان النوبي ناني بول جيف ازمروت جيف يوت نم بشيري نم بيبن ماي سواب تتريا ستجي كبول تنوش تموس تنتيونس إن صوفيا سيبروس خامين كريا ليسون كريسون خن أم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي وتألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي الذين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء
نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. اللهم يا من تجزو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجده العساكر الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية، بصوت لا يسكت ناطق بإلوهية آته، وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضين أن نخدو أمك، لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طوب أهرك. اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككسرة رحماتك، واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلات مقدسة. صلوا من أجل السلام الكامل آمين والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول Oh.
حاسة مرذولة رافضة لمخام آفتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع، غير متفقانياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايا أنا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتذكى أمامك، فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك، أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهالات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف متاح أني رب بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم يا رب ارحم، اسمعنا وارحمنا، تقدموا على ذا الرسم، قفوا برعدة وإلى شرق انظرنا أنصر بشفعة والدة مريم، يا رب انعم لنا
أبرهمنوس خن أمون إيفول إن أذكارو أفقوين أموس روس خومين نيش روبيم سهوش دموت نمني سرافيم ستي أونا كنوش فولف قوموس جي آجيوس 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 كيريوس صاباون قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلى هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم مريم آه
الحسن وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا من ميلاد الفرقان من الماء والروح وجعلنا له شعبا اجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين حقا وشكرا آمين وباركه آمين وقدسه آمين
قسمه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل العطار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا ضعه لذكري. هذا هو بالحقيقة ابن افسد بيب خلقوا اربن امو اطاف شبه موت. قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لنا هذا ودمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو ايضا بالحقيقة. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتبر نصنع ذكرى آلامي المقدسة
وقيامته من بين الأموات وصعود السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور السان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعدات سبح حكم بارك نخدم جعله جسدا مقدسا له نؤمن وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة كيريا ليسون وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب رحم لينمو عبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى كيريا الذين يرعونهم ثبتهم يا رب ارحم اعطي بهاء للاكليروس نسكا للرهبان وراهبان كيريا ليسون طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب رحم رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء كيريا ليسون وداعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب للطلبة وعملا للمحتاجين يا رب رحم الشيوخ قوهم والذين في الحداثة يدبهم كيريا ليسون غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة يا رب رحم حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى
شاتر بني بيتشيفو الخنيس هو بنطاق ايو طوب انتين نفسي شي نمنا نصوم نمنا نبني ايو ما هين انتين شو بينو صوم انقود نمو ابن فما انقود انتين جي من اميروس نمو اكليروس نمني يسوى بتير ويطفرنك يسجنبيني عرف ما بمشوي سنتهرين انت تكقو ما فتس ثواب ان كاثو ليك ان ابوثو ليك ان اكليسيا كيريانا نيوت الطيوت ان ارشي عرف سبابا افا توادوس بما اسناف نم بفكش فير اللي ترغوس بنيوت السواب ان ابس كوبس افا في لوباتير كيريالا ايصال نم نتشوت ايفول نموين نم بصار انتيتم اسمين خن أصوتين أري خارج استمون تك كلسية سواب في أمون إم بك أوي خن أوهرين أعرف ما بيبشوز إن هي غومينوس نم نبرز في تيروس إن أرسو زوكسوس نم نزياكم كيريالا خنتي بار سنية نيم وطفهم بكلا أستغفهم بستوت أري إف مف إب شوي سنتك ناين أنتيرو إفن سو لي صوني ماس أوسي أوس أوباتي توبوسس وابن تكفاي نم توبوس نفين نم مناستريون نفين انتن نيوتي ان ارسو زوم سوم كيريانا اي صوم نمنين شوبين خين انت افنوم اوتي بين اكلا اصغر كرتون إلي صوت
إليسون إليسون مس أوسي أوس أوسو تير إيمون ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا خلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة لكل العالم مزاجا حسنا للهوى تفضل يا رب الذروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مقدار كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يلي بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذا الكرب المقدس الكريم وتقدماتنا والذين قدموا يا رب Monogin,
أسر أريج فير بيعرف ميف انتين يثواب انطان أريك طانك سن بشويس انتك إرف مفي إن يثواب تيرو إطافرنك يسجين بين بطريرشيس ني ابروفيتيس ني ابوستولوس ني رفي اويش ني ايفانجيليستيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس نم ابنف مانيفين ان اسمي اتافغوكين وسمين اوت ويم بارسينوس ان سيوني بين تيس اوت كوسس ويم تيوم أريوس يوانس بيا بردروموس انفاكتستي سووهم مارتيروس نم بي أريوس استيفانوس بي أرشيز يكونوس أووهم بروتو مارتيروس نم بي سيوريموس انفانجيليستيس ماركوس بي أبوستولوس سووهم نمبي بطريرشيس سواب سيفيروس نمبن صاغديوس كوروس نمبي أغيوس أساناسيوس بي أبوستوليكوس نمبي أغيوس بيتروس يرو مارتيروس بي أرشيريس نمبي أغيوس يوانس بي خريزوستوموس نمبي أغيوس سيودوسيوس نمبي أغيوس سيوفيلوس نمبي أغيوس ديمتريوس نمبي أغيوس كيرلوس نمبي أغيوس فاسيليوس نمبي أغيوس غريغوريوس بي سيولوغوس نمبي أغيوس غريغوريوس بي سافماتورغوس نمبي أغيوس غريغوري نمبي شوم تشمت شمين تفسوتي خنكا نمبي شتيف انت كونستانتينو بونيس نمبي اسناف شئلت افسوس نمبي نيوتن ذكيوس بنشتي افانتونيوس نمبي اسمي افا بافلي نمبي شوم تسو افا افا مكام نمنو شيريتيرو انا ستافروفوروس
من بنيوت أبا يانس بيغومينوس من بنيوت أبا مشوي بيسمي برومن تيليوس بين ريت انت بن سوتيرن أغاسوس وكل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسوالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوس مجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نايحه كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فقه كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحوم ثابت بولس المرحومة جليلة فهمي المرحومة منيرة ثابت الشماس مدحت عدلي الشماس أمير وصفي الشماس مينا فريد نبي النادي تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع خضر على ماء راحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من حزن والكآبة والتنود في نور قديسين الذين أخذت نفوسهم
بيحهم في فردوس النعيم، في كرة الأحياء إلى الآباد، في أورشليم السمائية، في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان. احفظنا في إيمانك وأملنا بالسلام، آمك إلى تمام. كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب وروح القدس، البركة والسلام لجميعكم ولروحك أيضا. يوتم بن شويس او بن نوتي او بن سوتيري سو اوز بإخريستوس جي آفسرين إرب إم بشا أنتينو إي أوهي إيراتين خن باي ما إس أو أفاي او اي فاي ان نجيك اي بشوي اوه اي شمشي ام بفران اي ثوه ان صف ان مار انتي هو اي رفه بوز انت فايت ان ام بشا انت ماتش فيك نمت مت على نفسي سنت نف مستريون النوم نوفيتايو انت
في خريستوس جاببا ذكرى تور بشهود سبل نوتي
يا رب ارحم. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق، ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا، وأنا أيضا أكون في. أجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نناديك بنغمة البنو قائلين: إن أبانا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. خم بخريستوس يسوس Oh.
استحقان مع روحك ننصت بخوف الله آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بقيتي Φλογητός Κύριος Ιησούς Χριστός Θεός ο Αγίας μας εμπνεύμα Αγίον Αμήν Σόβαν Αγίος Βετήρ Σόβαν Αγίος Θεός Εν τόβαν Αγίον εμπνεύμα Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού ημούν αμήν. Yeah.
واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والد الإله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلم على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة صالحة لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 المسيحيين الذين قالوا لنا اذكرونا في بيتين